وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة جديدة من شباب لك، خلوكم معنا. العنف ضد المرأة أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً بعالمنا اليوم، بالرغم من كل التطور والانفتاح الثقافي يلي عم نعيشه، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لأسباب عديدة، منها انعدام العقاب وصمت المرأة المعنفة وخوفها من الفضيحة. العنف ضد المرأة موضوع فقرتنا اليوم، رح نحكي عن أبرز أشكاله وأسبابه وآثاره النفسية على شخصية المرأة، ونزيد نسبة الوعي عند كل امرأة تعرضت أو عم تتعرض للعنف أياً كانت أشكاله، لا تكسر صمتها وما تكسر صورتها بالمراية. مشاهدينا خلونا نشوف المادة التالية وبنرجع لنناقش موضوعنا، خلوكم معنا. وحول هالموضوع بيسعدني رحب بالأخصائية النفسية عائشة عبد الملك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. بداية سيدة عائشة، لو تحكي لنا عن أشكال العنف الممارس ضد المرأة. يسعد أوقاتكم جميعا. هلأ ظاهرة العنف ضد المرأة هلأ هي ظاهرة عالمية بشكل عام، تختلف بين أشكالها وبيختلف حجمها باختلاف الدول، بس بشكل عام ما زالت النسب بكل سنة عم بيكون تقديريا عم بتكون النسبة عم ما زالت هي النسبة الأعلى بين العنف أو أنواع العنف. دائما عم بيكون العنف ضد المرأة وضد الطفل عم بيكون بنسب أعلى في كل سنة عم بينعمل هذا الاختبار، أو خلينا نقول نسب العنف. أشكال العنف اللي عم بتكون أشكال عديدة عم بتكون على المرأة، عم بيكون في عنف نفسي، في عنف جسدي، في عنف اجتماعي، عم بيختلف أشكاله مثل ما حكينا وأنواعه أو حتى حجمه باختلاف البيئات، باختلاف المجتمع، باختلاف العادات التقاليد من مجتمع لمجتمع. سيدة عائشة، برأيك من الأنواع اللي ذكرتيهم حضرتك، أي نوع بيكون هو الأخطر على المرأة؟ هلا ما فينا نفرق شيء عن شيء من ناحية الخطورة إلا حسب التعنيف اللي عم بيكون من الطرف الآخر. فينا نحكي عن موضوع التعنيف الجسدي عم بيكون آثاره واضحة، أحيانا عم توصل للإعاقات. نعم، التعنيف النفسي ممكن عم يوصل لحالات مرضية عم توصل للانتحار.
مثل ما شاهدنا القصة الأخيرة اللي صارت حول الانتحار اللي كان من المدرسة في الداخل السوري اللي كانت عم تتعنف من قبل زوجها. نعم، العنف الاجتماعي هذا الموضوع كمان عم يؤدي إلى الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية عند النساء اللي ممكن كمان يوصلها لحالات مرضية وحتى للانتحار. سيدة عائشة، خلينا ننتقل لأسباب العنف ضد المرأة. ما هي أبرز الأسباب التي تدفع الرجل إلى تعنيف المرأة؟ هلا بصراحة مثل ما حكينا هذا الموضوع عم بيختلف من دولة لدولة، من مجتمع لمجتمع، من بيئة لبيئة. عندك النشأة الاجتماعية اللي أحيانا عم بيكون هاي النشأة عم بتكون في سلوكيات مثل ما بيقولوا خفية، عم تعطي السلطة للرجل إنه هو يكون حاكم على هاي المرأة. في كتير أحيانا الأسر بتقول لك أنا ما فرق الصبي عن البنت، بس بينما لما مثلا بيكونوا على وجبة طعام فالولد بيطلب الماء، فبتقول له قومي جيبي مي لأخوك، وإذا طلبت البنت مي فقومي جيبي المي لحالك. فهي صحيح. السلوكيات اللي أحيانا بتكون خفية أو عم بتكون عم بيشوفوها هي عادية، هي عم تعطي السلطة للذكر لأنه هو يكون متسلط على المرأة. فهذا الموضوع أحد الأبواب. النشأة الاجتماعية هي يعني أنا فيني أحطها بالبند الأول اللي بتسمح إنه يكون للرجل سلطة على المرأة. في عندنا موضوع الجهل، موضوع الجهل بحقوق المرأة، موضوع الجهل بقيمة هاي المرأة. في عندنا موضوع العمل، لما عم يكون موضوع عم بيتعلق بالعمل، لما عم يكون الرجل هو الدخل الوحيد لهاي المرأة، هذا الرجل هو المسؤول عن مأكلها ومشربها، لما بتكون هي غير قادرة على العمل أو حتى مستواها العلمي أو الثقافي ما بيسمح لها أن يكون عندها دخل ثابت، فهذا الموضوع أو عمل ثابت، فهذا الموضوع عم بيأثر على أن هي عم تتحمل هذا الرجل وعم تتحمل أي تصرف منه علشان تقدر هي تكمل معيشتها. نعم. في عنا أبواب تانية، في عنا موضوع، في عنا سلطة قوية عم بيستخدموها كتير من الفئات باسم الدين. فشوف كتير انه دائما المرأة هي ضلع القاصر، هي تبع للرجل. حتى موضوع لما بيكون في نشوز من الرجل للمرأة، ففي عندهم آليات لرد هاي المرأة، لكن بقول لك بالمقابل ما في أي شيء بيعطي هاي السلطة للمرأة. فهذا الجانب كمان احيانا عم بيشتغلوا على هذا الوتر. في عندك عادات وتقاليد عم بتكون نعم. فكره انه المراه هي التابع للرجل، انه هذا زوجك، ابو ولادك، هذا المسؤول عنك، هذا هاي المواضيع كمان ممكن تنزرع برؤوس الفتيات من الصغر، وهذا الموضوع ممكن هن البنات نفسهم يساعدوا الرجال او المجتمع على انه يكون لهم هاي السلطه او يسمحوا لهم بتعنيفهم. تماما. سيدة عائشة، إذا بدنا نحكي عن العنف ضد المرأة في المجتمعات الشرقية، برأيك ما هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا السلوك اللا إنساني؟ هلا بصراحة أنا مثل ما عم بحكي لك إنه في عندنا الجانب العادات والتقاليد اللي عطت السلطة للرجل، في عندنا موضوع الأكبر اللي هو موضوع القانون اللي دائما هو عم بيحمي الرجل على حساب المرأة. في عنا قوانين بما يخص الاعتداءات الجنسية والاعتداءات حتى الجسدية تحت قانون اللي هو العقوبات الشرف. في عنا قانون احنا بسوريا المادة 489 و 492 تنص على انه اذا صار اعتداءات اغتصاب في خارج إطار أو عقد الزواج، فإذا صار عقد زواج بعد الاعتداء فتسقط عنه الحكم. فنحن يا ما سامعين هاي القصص فيما مضى، فكرة إنه فلان اعتدى على فلان فخيو تعال خلاص نعمل لهم كتب كتاب ولفوا الموضوع، فلتف الموضوع يعني. نعم. وفي عندنا مواضيع كمان، في عندنا هذا بما يخص الاغتصاب، في عندنا قانون الشرف اللي هو وفق المادة 548 اللي هو بنص على انه في حال كان اي حدا من اصول او فروع او زوجي او اخت شهد عليها بالزنا المشهود،
فيحق له انه هو يقتلها او يعنفها. فهون احنا هذا الموضوع بالذات في سوريا شاهدناه بشكل كبير، انه اي جريمه بما يخص الشرف كانت الدوله ما بتتدخل. في حق عام اللي هو بيسقط على الجاني فيما بعد انتهى الموضوع. نعم. سيدي عائشة، كيف يؤثر العنف على شخصية المرأة؟ يعني ما هي الآثار يلي بتركها سواء كانت نفسية أو جسدية أيضا؟ هلا احنا حكينا من شوي انه الآثار الجسدية ممكن توصل لإعاقات، ممكن توصل لتشوهات، ممكن توصل لأن المرأة تخسر أطراف من جسدها أو أجزاء من جسدها. الآثار النفسية أنا ما بشوفها هي أقل من الخطورة بالآثار الجسدية. الآثار النفسية ممكن تؤدي إلى موضوع الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية اللي ممكن توصل هاي المرأة لسلوكيات خارج عن إرادتها، ردات فعل عنيفة، ممكن يكون توصل للانتحار. وإحنا كلنا بنعرف موضوع سلسلة العنف اللي بتكون لما المرأة تعنف فهي تعنف، ممكن تعنف امرأة أخرى أو ممكن تعنف أبنائها. المرأة الأخرى اللي عنفتها ممكن تعنف حدا تاني، ابنها ممكن يعنف ابن الجيران، يعنف رفيقه بالمدرسة، رفيقه بالمدرسة بروح يعنف أخوه الأضعف. فإحنا بنرجع هيك لدائرة العنف. فهذا الموضوع جدا جدا مهم بما يخص بالآثار النفسية اللي ممكن حتى توصل للمرأة إلى آثار اجتماعية مثل العزلة، مثل سوء العلاقات الاجتماعية. ممكن يوصل لأبعد من هذا انه المرأة، احنا لما شفنا او سمعنا عن قصص انه امرأة يعني تركت كل شيء، بيتها وولادها وطفشت، وهذا الموضوع سمعناه كثير بصراحة. نعم. سيدي عائشة، قبل ما أختم الفقرة، شو الرسالة اللي بتحب توجهيها لكل امرأة تعنفت أو عم تتعرض للعنف؟ بصراحة أنا بحب أوجه رسالة لنساء العالم والأخص بنساء السوريات اللي زاد تعرضهم للعنف والعنف النفسي والجسدي من باب الاستغلال في أبواب اللجوء والنزوح والتشرد. ما حدا يسكت عن حقه، ما حدا يسكت عن حقه. في مؤسسات، في منظمات، في بروتوكولات تضمن حق المرأة وتضمن حقوقها وحمايتها. ما حدا يسكت، ما حدا يخاف من كلام الناس، ما حدا يخاف من فلان رح يحكي. كلياتنا معرضين، كلياتنا ممكن نتعرض لأشكال من العنف، بس لما أنا عم بسكت أنا عم شجع الرجل وعم شجع المجتمع على أنه ياخذ هاي الصلاحية وهاي السلطة بأنه يستمر بهذا التعنيف. في كتير مؤسسات صارت خاصة بعد بعنا بسوريا بالحرب، في عنا مؤسسات كتيرة احنا قادرين نلجأ لها، قادرين نحكي، في عنا أبواب حماية. ما حدا يسكت عن حقه، انت من حقك انك تحكي. في قوانين عالمية، بروتوكولات ممكن تضمن حق هاي المرأة. فأنا دائما نصيحتي وبوجه كلمة للنساء، ارفعي صوتك لما بتكوني معنفة أو عندك أي ضغط عم بيكون من باب التعنيف، ارفعي صوتك واحكي. شكرا لك سيدي عائشة ويعطيك العافية يا رب. يسعدك أوقاتكم يا رب. شكرا كثير لك. شكرا. مشاهدينا مكملين معكم بفقرات شباب لك، فاصل وراجعين.